يعني أول آية وقتها كنا عم نصلي عم تجي اللي هي إجت بحياتي وقتها أنا كنت غير قصة، يعني كل واحد بيجي بقصة، بس كنت بحياة هيك الزنا أو الفن أو هيك. تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. يمكن في ناس اليوم عم تحضر لازم أو عم يحضرونا عدة مرات، وإجينا إيفن واتساب هيك عنيلنا لإلي ولا تمارا كانت عم تفرجينا إياه إنه ليه في فرح مرات عندكم. هلأ بتقري تمار، بس بدي أقول إنه لازم تسأل إذا كنت عم تحضر أو عم تحضري، ليش دايما الاختبارات عم تكون هي ذاتها ناس مهشمة مجروحة بالحياة، هي وصغيرة انأذت كتير، طلبت يسوع يخلصها وشافت محبة يسوع وسقط عن ظهرها كتير أمور. بس هي الغريب كمان إنه كملت عم تختير المرة، يعني مش موضوع حسته بإحساس مرة وخلص، موضوع كمل لكل حياتها. وبدي أقول شيء، مرات يمكن حدا عم يحضرني وقال أنا فتت عند يسوع وحسيت كأنه بحبني، بس حسيت إنه إحساس شعور إنسان مش شعور حقيقي. أنا بقلك إنه رجع الموضوع مزبوط وقل له ريحني مزبوط، شوف شو رح يعمل. لأن مرات منفوت بالطريق ومنكون مأثرين بأصحاب وبترانيم وأهلنا بيقولوا لنا غصبا عنكم بدكم تحبوا يسوع هيك. مشان هيك اليوم كان حديثي واضح لجين ولميليسا، حلو إنه الناس اللي بتحبنا تقلنا وروحوا على الكنيسة وحبوا يسوع وقروا بالكتاب المقدس، بس ما تقبلت آمنة يا مانسا ولا جين ولا اللي عم يسمعنا ولا حدا لأنه انجبرت. لا، بتقولي حلو اللي عم بيقلوه، بس أنا بدي حس فيك يا يسوع. صح. أنا بحكي كل الأشخاص اللي بعمر مانسا وجين اللي بحبهم هيك، ما تقبل حلو اللي قلوا لنا يقلنا، بس أنا يا رب بدي حس. والروعة بالموضوع بيجي نهار مانسا أو جين إن شاء الله ولا مرة تخطو خطايا كبيرة، في لأن هن كلهم خطايا بس بنصير بس بيقدروا يجوا نهار ويقولوا يشوفوا هن وخطيوا وعملوا أمور بشعة بحياتهم إن شاء الله ما تصير، بس بيشوفوا قد يسوع حبهم. وهون بتصير الحديث اللي بدك تحكي عن يسوع والحديث اللي أنت بدك تحكي عن يسوع بيصير في شغف ودموع أكتر وأقوى، لأنه واو بوقت الكتف في ضعيفة يسوع هلأ تحبني.